بتعمل ايه في الحياه يا عمر؟ ما بعملش حاجه والله، مستني كده اجيب طقم بتاعه. انت خريج ايه ولا بتشتغل ايه؟ لا انا بشتغل في اي حاجه طول عمري من صغري، بنا سباك، بنزل الم كنز بس من على الارض، بس كده الحاجات المتربه. طب ما في افراح كده بيبقى فيها كنزات ما بتاخدش؟ خش صباح الفل. ماشي. تصرف فلوسك في ايه بقى يا عم؟ بصرفها في اي حاجه، في اكل، في شرب، في عصير، في سجاره بجيبها، في علبه سجاير، مش عارف ايه. تشرب؟ اه بس يعني خفيف، مش زي بقيه الناس. يعني تشرب بكام في اليوم؟ يعني ما انزلش اشتغل عشان اجيب سيجاره مثلا. لا استناها تيجي من عند ربنا احسن. السجاير اللي بتيجي من عند ربنا بتبقى مختلفه. الجوان اللي انا بجيبه لو معايا 20 جنيه ماشي مثلا، لكن ما انزلش لازم انا اشتغل عشان اروح اجيب. لا كده بتيجي بالسوق. اشتغل عشان حاجه تانيه. اشتغل عشان ايه بقى؟ عشان اي حاجه تانيه. والسيجاره بتعمل معاك ايه؟ تعملش معايا حاجه خالص. بتريحني شويه وخلاص. ايه لازمتها يا عم؟ غيري بيشرب بقى يعني ألعن من الكلام ده. شباب ايه بقى؟ هو أعلن بيشربوا مش عارف ايه. ده مصيبة. 70 جنيه، أنا على الأقل بصرف 20 جنيه. حاجة تظبط الدماغ شوية وخلصت وخلاص. وبعدين السيجارة كده كده بتظبط الدماغ وتروح تظبط الدنيا كلها. تظبط كل حاجة. يعني امتى آخر مرة شربت سيجارة؟ لا هو حاليا مفيش أي حاجة خالص دلوقتي. نزل القاهرة برضو، ما أنا من القاهرة. تنزل القاهرة كل فترة كده؟ احنا فين هنا؟ احنا في العمرانية. مالهاش علاقة بالقاهرة خالص. لا أنا متربي هنا. تربي هنا؟ تنزل القاهرة امتى؟ انا مولود هناك في القاهرة. في ناس في دول بتزرع المخدرات وتصنعها وتبيعها عشان تبيعها، انت مع الفكرة دي ولا ايه رأيك فيها؟ والله ده بص، هما كل لما تبقى متحد وكل لما تبقى منظم وكل لما تبقى فاهم مع قوة مع قوة مع قوة اكيد احسن. احنا لو زرعنا الحاجات دي هيبقى متوفره للمستهلك. انت لو الحاجه اتزرعت في مصر لا هيبقى سعرها مختلف. بص اقول لك على حاجه. انت كنت دلوقتي بتجيب مثلا سيجاره تشربها بكام؟ بكام لو ماده بتجيبها؟ بكام بتجيبها مثلا؟ ب 20 جنيه بتعمل معاك سيجارتين زباله فايتين مثلا. دلوقتي انت بتجيب السيجاره ديت ومش هي الدماغ ب 70 جنيه. ومش هي الدماغ. دماغي اختلفت خالص. الدماغ وبوظت ايه؟ الصناعه. وبوظت الكميه. طب انت لو نزلت الكميه القديمه ب 20 جنيه هتوفر على نفسك كل ده. توفر كل حاجه والدنيا التجاره هتمشي ودماغ البني ادم هتتظبط وكل حاجه. وسستمت نفسك واديت لكل واحد حصته، وبس كل واحد ليه حصه معينه يبيعها. بس يبيعها مثلا، بيع براحتك بس ما تتعداش الحد الاقصى. يعني نعمل كميه معينه لكل دولاب، هو هي دي ما يبقاش اكتر منها. دوت بقى انت متحد مع نفسك بقى وبلدك، انت بتمشيها بنظام معين بقى كل واحد ودماغه. بس هي الفرق في ايه؟ في ان انت بتجيب حاجه غاليه ومش هي مش نفس الدماغ، مش نفس اي حاجه. ما انت بوظت القديم. القديم كنت بتجيبه ب 20 جنيه احسن واوفر، فخليت مش هي الدماغ وبتجيبها ب 70 جنيه. فانت عشان تجيب ال 70 جنيه وعشان تجيب الماده دي هتعمل ايه؟ هتلم زباله، هتلم مش عارف ايه، هتلم ايه. احنا كده بوظنا الكميه. يبقى في حتى في المخدرات دي سوق سودا، واحنا ليه عايزين سوق سودا؟ كل الكلام ده هيمشي. يبقى كده احنا كده بنتكلم في مشكله الكميه باظت والدماغ كمان باظت. كله باظ. حلها ايه انت في رايك؟ حلها بقى انك تنزل القديم تاني. قنن الدواليب. تنزل القديم تاني ابو 20 ب 20 واحسن من ابو 70. الناس بقت تعبانه. ابو 20 لازم تجيب ابو 70. ان لازم من مكاننا هنا نوجه رساله لكل صاحب دولاب ان يراعي ربنا في الحاجه اللي بيبيعها والكميه والدماغ. كل واحد مع نفسه. نوجه الرساله دي. واحد بشرب سيجاره الحشيش ما بشربش حاجه تاني. ما برضو فرقت في الكميه وفي الدماغ. يبقى نوجه الرساله دي نقول لكل صاحب دولاب راعي ربنا. وبعدين لازم كل واحد يتعاقب في الحوار ده. عقاب. لا يبيع باكتر من كميه عقاب عن عقاب. ازاي؟ يعني انت مثلا الجيزه عندك مثلا ماشي حلوه، تروح حته تانية ما فيهاش اي حاجه خالص. بتشتري من مين يا عمر؟ بشتري من اي حد. مين؟ بتشتري منين؟ من اي حد. يعني موجودين هنا كتير؟ لا مش كتير، مفيش حد هنا، ما بقاش في حد اصلا بيبي. حتى ده السوق بقى شاح فيه. الناس كلها ماتوا وانقرضوا واتحبسوا ومش عارف. ربنا يفك سجنهم كلهم. رب يفك ضيقة الناس كلها. سؤال بقى، نسألك سؤال حلقة النهارده.